من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي أستاذ مأمون أبو النوار. أهلا بك أستاذ مأمون في حصاد التغيير. وبداية، كيف من الممكن أن ينعكس سحب أو قرار الأردن بسحب السفير الأردني من تل أبيب على مسار الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة، خاصة مع قرارات مماثلة من دول عدة للضغط الدبلوماسي على إسرائيل؟ نعم، هاي سوف تسهل أو تدعم عملية وقف إطلاق النار اللي بطالب فيها الأردن، الوقفات الإنسانية، وقف المجازر الحقيقة اللي بتحدث فوق غزة، فهي داعمة حتى لجميع السياسات العربية بشكل عام. ونرجو أن الجميع يحذى مثل هذه الخطوة الأردنية الحقيقة لإفهام إسرائيل هي يعني تجاوزت الخطوط الحمراء، و لا بد من إيقاف هذه الحرب الإنسانية اللي بيقوموا فيها بالمجازر والذبح يعني لم يرى العالم مثل هذا القصف المجنون المقصود في قتل الناس. يعني ذكر تقريركم أنه لم يحققوا أهدافهم ولن يحققوها، فيش عقيدة إسرائيلية أو عقيدة قتالية واللي هي كيف سوف يقاتل الإنسان، هذا معنى الجيش استخدموه هذا التعريف، لا يوجد في إسرائيل، هذا لا يوجد لديهم استراتيجية شاملة كاملة يعني احتلال أو ضرب وتقليص قدرات حماس، مصادر قوتها ولا آخره. أنا برأيي يعني قصف جنوني اللي بصير تدميرها، والجو عمره ما يعني دائما عملياته محدودة، صحيح هو سلاح مساند إله يعني يساعد في حسم المعارك، لازم يحتاج الناس جنود على الأرض، بس اللي صاير الغاية من الهجوم اللي حاصل الآن يعني بالمناطق الفارغة من السكان بينزلوا على محورين وبيحاولوا أنه يطوقوا غزة ويحصروها، يعني حصار غزة هذا الهدف، مدينة غزة أقصد اللي هي من شارع الرشيد والمحور بن حنون بيت حنون. لكن هناك حرب الأنقاض، كل ما زادوا التقدم نحو المدينة سوف ندخل في حرب الأنفاق هنا بشكل، وشاهدنا بعض الفيديوهات يعني أظهرتوها أنتم في برامجكم أنه كيف بيعادوا الدبابات ولا آخره، فهذه حرب دموية استنزافية لن يصلوا إلى حل فيها بالنسبة لكسب المعركة، لأن لا أعتقد أن هذا ممكن في مثل هكذا الحروب. نعم أستاذ أبو نوار، نجدد الترحيب بك معنا ثانية. قلت أن إسرائيل في حربها لم ولن تحقق أهدافها، من الناحية العسكرية وأنت كخبير عسكري، هل تعتقد أن إسرائيل تورطت في العملية البرية ضد غزة مع العمليات النوعية التي تكون ضد القوات الإسرائيلية من قبل المقاومة؟ نعم أنا أعتقد ذلك، ودخلت في مستنقع من الصعب الخروج منه، كل ما تقدموا سوف ورح تكلفهم عاليا على فكرة، لأنه هاي حرب أبواب، حي لحي، شارع لشارع، يعني صعب السيطرة عليها، ما في جيش بالعالم بسيطر لما يدخل بهيك مثل ونموذج غزة من النموذج. نعم. أنا أعتقد أنه الوضع سوف يستمر هكذا لشهر شهرين ممكن، ومن ثم لابد من يعني الوجود يعني وقفة إنسانية تؤدي إلى ممكن إلى وقف إطلاق النار. ماذا يحدث بعد ذلك؟ هذا سوف يكون يعني المجتمع الدولي، هيئة الأمم وإلى آخره، حتى الجماعة يعني سوف تبقى محصورة داخل غزة القتال، لأنه إرسال البارجات الإيلات والبحر الأحمر ما في حل عسكري للحوثي أو لإيران، يعني يجب أن ولا الثاد ولا البيتريوت بمنع من صواريخ الحوثي من وصول أهدافه، يعني هذه مجموعة رادارات يجب أن تدمج بعضها بعض للإنذار المبكر، والإنذارات المبكرة بهذه الشيء سوف يكون قليل جدا، فهذا شيء يعني طيب. وإيران حركت الحوثي بطريقة معينة، وإذا ما استمروا أو ضربوا اليمن أو ضربوا كذا أو بلش في الجبهة، هذا يستضيف حرب إقليمية.